ينضم إلينا الآن هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ جميل، نعزي مصر، نعزي حضرتك ونعزي أنفسنا في وفاة المغفور له إن شاء الله المشير محمد حسين طنطاوي. كيف تضع هذا الرجل وقد كان صفحة مضيئة في تاريخ العسكرية والوطنية المصرية، كيف تضعه في سياق تاريخي مهم من تاريخ مصر؟ هو في البداية طبعا لازم مصر كله ونعزي الأمة كلها كانت شخصية عظيمة عسكرية فذة، هو المشير محمد حسين طنطاوي. المشير محمد حسين طنطاوي يذكره التاريخ أنه هو من أعظم قادة القوات المسلحة المصرية، رجل عسكري فذ بكل المقاييس، قدم الكثير للدولة المصرية منذ دخول القوات المسلحة. هو كان قائد كتيبة 16 في حرب أكتوبر اللي نفذت المعركة الصينية وقدم فيها تضحيات كبيرة جدا وعمل معركة عظيمة كتب عنها كل عظماء دول العالم عن هذه الحرب، ثم تولى بعد ذلك قائدا للجيش الثاني ثم رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة خلال حرب تحرير الكويت، وكان له دور عظيم جدا في هذه الحرب، ثم بعد ذلك تولى منصب وزير الدفاع. وخلال مسيرته، خلال انه كان قائدا عاما للقوات المسلحه وزيرا للدفاع، بدا في تطوير وتحديث القوات المسلحه والاهتمام بالفرد المقاتل والاهتمام بالاماكن المعيشيه للفرد المقاتل والاهتمام بالتدريبات العسكريه لافراد القوات المسلحه، و البدء في توطين التكنولوجيا العسكرية، وأيضا قدم الكثير للقوات المسلحة المصرية. ثم جاءت الفترة العصيبة من عام 2011 عندما تولى المجلس العسكري رئاسة أو إدارة شؤون البلاد، وكان للمشير طنطاوي مواقف بطولية هيذكرها التاريخ. هذا الرجل قدر ان هو يحافظ على الدولة المصرية، قدر ان ينتشل الدولة المصرية من محاولات عديدة، كان كل دول العالم تسعى الى اسقاط الدولة المصرية بالكامل، محاولة ادخال القوات المسلحة في صراع مع الشعب وادخال عناصر وتنظيمات ارهابية. استاذ جميل، في هذه النقطة تحديدا، في هذه الصفحة من صفحات التاريخ الخاصة بالمشير حسين طنطاوي، الرجل لم يقبل أدنية في وطنه، لم يداهن حين داهن كثيرون، لم يتغير حين تغير كثيرون، قاد الدفة بكل أمانة وشرف حتى وصلت السفينة إلى بر من الأمان، وحتى حدثت استحقاقات دستورية فيما بعد. الرجل قاد البلاد في مرحلة من أخطر المراحل وأدقها ربما، ولم يتغير ولم يساهم في أن يحدث أي شيء يمس الأمن الوطني المصري. هو حافظ على الدولة كاملة، حافظ أولا على أن الشعب لا يدخل في أي صراع، منع عن الشعب تهديدات خارجية كثيرة جدا، قدر أن هو يحافظ على تماسك ووحدة القوات المسلحة ورباطة جأش جنود وضباط وصف القوات المسلحة بالكامل، وعدم وكان على طول بيجتمع معاهم وعلى طول بيقول لهم ان احنا لازم نحافظ على الدولة المصرية ولازم نحافظ على الشعب المصري، ومفيش رصاصة تطلق على اي مواطن مصري، وهو ده اللي احنا شفناه خلال الفترة دي. تعرض لضغوط شديدة جدا، ضغوط داخلية وضغوط خارجية من كل من دول كبرى، لكنه كان عنده رباطة جأش وعنده قوة وقدرة كبيرة جدا انه يحافظ على الدولة المصرية ويخرج بها الى بر الامان ويصل بها الى استحقاقات الاستحقاق الانتخابي، وعندما ترك منصبه تركه في سلام وفي امان للمحافظة على الدولة المصرية، وانه بيحافظ على الدولة المصرية وبيحافظ على وحدة الدولة المصرية، ولم يتاجر بدوره الوطني المصري في هذه المراحل، وهذا هو اللافت أيضا. بالضبط، هو رجل يعني به صفات عديدة جدا، هو منذ أن ترك منصبه لم يتحدث كلمة عن الفترة اللي كان فيها بيتولى إدارة شؤون البلاد أو ما قبلها، لم يتحدث المشير طنطاوي
طول مسيرته عن إنجازاته، ولكن إنجازاته كبيرة جدا، إنجازاته سيتحدث عنها التاريخ. الرجل الذي حافظ على مصر، الرجل الذي حافظ على الدولة المصرية. احنا شفنا دول حوالينا انهارت ازاي، ودول حوالينا وقعت بشكل كبير، لكن هو قدر ان هو يحافظ على الدولة ويحافظ على تماسك الدولة ويقدم لمصر. يعني أنا شايف إن ده قدم لمصر هدية كبيرة جدا، إنه حافظ عليها وحافظ على شعبها وحافظ على تماسك أبناء الشعب المصري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير صحيفة الأهرام، كان ضيفا معنا على الهواء.